واحد بيقول ابونا قرفني يا سيد، ابويا ابوه بجسد يعني، عملت زي ما ربنا قال نحن لكم فلم تبكوا، زمرنا لكم فلم ترقصوا. وساعات اضعف من المعامله القاسيه وارد عليه وانا خايفه، يا بنت اللي بعت السؤال، من الاستمرار بهذا الاسلوب بسبب كسر وصيه الوالدين وافقد حياتي الابديه. وانا لا اعتقد ان ابي سوف يتغير، لان اهله ينصحوه بدل المره مرات ومع ذلك مستمر، وانا خايف على نفسي نتيجه الاستفزاز. هو الصمت احسن من الرد، يعني لما حد ينرفزك وترد عليه جاي تغلطي، لكن لما تسكتي مش هتغلطي. لكن جايز واحده تقول اسكت ازاي واحرق في دم من روح، لا اسكتي من غير حريقه، يعني كده تسكتي ومشاعرك ايضا تكون ساكته، او فكري في حاجه تانيه اثناء ما هو بيتكلم.